ما يقوله الإعلام الأمريكي هو أن الولايات المتحدة كانت قد أخطرت بنية إسرائيل إجراء هذا الهجوم على موقع في أصفهان، وأن الولايات المتحدة رغم أنها كانت على علم إلا أنها لم تشارك في هذا الهجوم بأي شكل من الأشكال، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن هجوم محدود للغاية. وفي هذه الأثناء تعكف الوكالات الاستخباراتية الأمريكية لمعرفة نتائج هذا الهجوم ومدى الأضرار التي تسبب بها، وما إذا كانت هذه الأضرار قد تستدعي ردا إيرانيا على الرد الإسرائيلي. الجدير للملاحظة هنا أنه حيث أتواجد الآن في مدينة نيويورك، يوجد الآن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوجد الآن في نيويورك لأنه كان يجتمع قبل ساعات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش. فكان يعني الجدير يعني هذا جدير بالملاحظة أن هذه الضربة جاءت فيما كان وزير الخارجية الأمريكي يتواجد في نيويورك هنا في هذه اللحظات. فبالتالي يعني لا يعني غير معروف ما إذا كان هذا من محض الصدفة. يعني عندما كنت سابقا قبل ساعات في الأمم المتحدة كان هناك عدد كبير من الصحفيين الإسرائيليين، وكانوا قد أبدوا اهتماما كبيرا بتواجد وزير الخارجية الإيراني في الأمم المتحدة، كانوا مهتمين جدا بوجوده وبما يقوله وبأي ساعة وصل وأي ساعة غادر. يعني أنا هذه كانت ملاحظة لاحظتها خلال وجودي في أثناء تغطية أحداث مجلس الأمن قبل عدة ساعات. والأمر أيضا يعني هل كان يطرح علامة استفهام، يطرح علامة استفهام أيضا إن تم اختار إيران بهذه الضربة قبل حصولها، بما أنه عبد الله يعني كان متواجدا بواشنطن، وذلك للتخفيف يعني من أي تصعيد في نيويورك، متواجد بنيويورك نعم. يعني هذه هي نقطة مثيرة للاهتمام. يعني يعني هل هو وجوده كان من محض الصدفة، هل كان مرتبا؟ الولايات المتحدة كانت تحاول الضغط لتأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على عضوية فلسطين إلى اليوم بدلا من التصويت يوم أمس. كل ذلك كان مثير للجدل في الأوساط السياسية والدبلوماسية في الأمم المتحدة، وكان هناك تهاونات ما إذا كان التأجيل معني لأن هناك ضربة متوقعة، هناك شيء سوف يحصل خلال ال 24 ساعة التي تحاول الولايات المتحدة فيها تأخير التصويت على العضوية. كان هناك الكثير من الجدل في الأمم المتحدة قبل ساعات حول ما يجري، والآن يبدو أن الصورة تتضح أكثر. هناك ضربة إسرائيلية وجهت لإيران، وزير الخارجية الإيراني يتواجد هنا الآن في نيويورك، وفي هذه اللحظات نحن نتابع ما يجري. ولكن وسائل الإعلام الأمريكية تؤكد مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة ليست ضالعة بهذا الهجوم بأي شكل من الأشكال. ولكن النقطة المثيرة أيضا هي أن الولايات المتحدة تعمل الآن مع كافة الأطراف لمحاولة الضغط على كل الأطراف المعنية بهدف حصول تهدئة وعدم تصعيد الرد والرد المضاد ليتحول إلى حرب إقليمية تأكل الأخضر واليابس في منطقة الشرق الأوسط الحساسة. وهنا سهيل أتوقف معك عند الحسابات الأمريكية في هذه المرحلة لعدم تصعيد الأمور إلى حرب إقليمية في المنطقة. نعم، الولايات المتحدة يعني هناك الكثير من الحسابات بالنسبة للإدارة الأمريكية. هناك الانتخابات التي سوف تجري بعد عدة أشهر، والولايات المتحدة بحاجة إلى جو من الاستقرار يعني الإدارة الأمريكية ترغب بتوفير الأمن والاستقرار للأمريكيين حتى تشعر الشعب الأمريكي أو المواطن الأمريكي أنه بإمكانه الاعتماد على هذه الإدارة. أحد النقاط التي يفخر بها دونالد ترامب أنه لم تشارك الولايات المتحدة في أي حرب خلال فترة حكمه، وهذه النقطة التي دائما يحاول أن يسوق نفسه من خلالها. لم تشن الولايات المتحدة أي حروب خلال فترة حكمه، ويعني في حال جرت إسرائيل الولايات المتحدة لحرب إقليمية سوف يكون هذا نقطة لصالح دونالد ترامب في
في مرمى الرئيس الأمريكي جو بايدن. نعم. هناك أيضا الحسابات الإقليمية، هناك الحسابات السياسية، الحسابات الاقتصادية، وأيضا موضوع النفط والطاقة الذي يعني في حال شنت هناك حرب على إيران فإن موضوع تدفق النفط من منطقة الخليج سيمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة.